وإحنا نبغى وصلنا لمحطتكم الأسبوعية الثابتة مشاهدينا مع شاهد كلب، وموضوع رأفة اليوم مرتبط كثير بموضوعنا الرئيسي، فيا ترى إيش الأعمال اللي حيتكلم عننا؟ صباح الخير يا رأفت. صباح الخير يا رأفت، والحين عرفنا منه اللي مع غادة. رأفت هذا أنا اللي مع غادة، لأنه كان في مطالبات عديدة، يعني من الأسبوع الماضي كان شاهد واتش كلب في هذا التفاعل بيني وبين غادة، فكل حب إنه اليوم كمان يكون أنا وغادة بشاهد واتش كلب. وكمان أول شيء صبح عليك يا غادة، صباح خير. صباح رؤوفة، يسعد صباحك. يعني هي المطالبات عشانك باشا، مش أنا عشان. أنا موجود كل أسبوع بشاهد واتش كلاب، على فكرة أنا مني الجديد، أنت اللي كنت الإضافة الحلوة الأسبوع الماضي على شاهد واتش كلاب. مثل ما بتعرف يا غادة وكل مشاهدينا، أنه اليوم نحن كنا عم نحكي بالموضوع الرئيسي عن الكومفورت تي في، وشاهد يعني هي إذا بدكم المكتبة الواسعة لكل الأعمال، المسلسلات حتى المسرحيات أو الأفلام اللي بتذكرنا هيك بأمور كان عنا إياها بالطفولة. في مسلسل يمكن لسه ما صار له خالص يومين، 40 حلقة، مسلسل لؤلؤ، اختارت غادة أنه هو هذا المسلسل اللي نبدأ نتحدث عنه اليوم، وهو طبعا بيندرج ضمن قائمة الكومفورت تي في. غادة ليش اخترتي لؤلؤ، وأصلا كيف لحقت تخلصي 40 حلقة بهالسرعة؟ يعني ما أعرف، شوف هو ما شاء الله لؤلؤ أخذ ضجة جدا كبيرة، وللأمانة يعني أخذته أول حاجة من باب التسلية، لكن لما تيجي تتمعن في تفاصيل مسلسل لؤلؤ بيتكلم قد إيش إنه ممكن الناس اللي حواليك اللي مرة قريبة، اللي هي ممكن تكون موجودة جوة بيتك، ممكن يكونوا أشد الأعداء لك. فحبيت منه ورسالته مرة كبيرة، ويمكن لو شافوه أصلاً كمان المشاهير حيحسوا إنه في شيء جزء منهم يعني يشبه القصة. طيب فأنا عشان ما نحرق لهم صراحة، عشان ما نحرق لهم هيدا، نورجيهم هيك مشهد من المسلسل لمي عمر تحديداً عم تأدي فيه قدام أدوارد، خلينا نشوف. الواد مش جاي عشان الفلوسه بس، ده جواه غل مروة وطمع أبوكي وكره نهال وداليا، وفوق كل ده مسخته. طب هما فين كلهم دلوقتي دول يا عم مجدي؟ وكل واحد فيهم خد نصيبه. عايزة أفهمك حاجة عني، عايشة أو ميتة أنا طيبة، بس اللي يدوس عليا بيطلع أوحش ما فيا، وأوحش ما فيا حية ما بتلدعش غير في الوش. شفنا يا غادة هذا الأداء المؤثر لما يعمر قديش هي شخصية لطيفة، ولكن قالت اللي بيدعس علي بشوف أوحش ما فيه. غادة ما سمعتك يا رفت، معلش ترجع تعيد. كنت عم بقول لك انه شفنا اداء مؤثر لما يعمر، نعرف قديش هي شخصيه طيبه، ولكن قالت انه اللي بيدعس علي بشوف اوحش ما فيه. يعني صراحه للامانه بقول لك المسلسل فيه تعبيرات، مرات في مسلسل يكون قوي بقصته، في مسلسل يكون قوي بالكتابه، في كتابه كانت من جد رائعه، يعني في كلام اثر فيه، يعني كلامها يعني من جد هذا تعبير للشخص اللي يكون مره طيب مره مؤدب، لكن لما احد حيدعس عليه حيلاقي فعلا اوحش ما فيه. ففي كلمات، وللامانه يعني ادوارد كمان عمل دور رهيب، احمد زاهر كان رائع، مي كلهم طلعوا أجمل ما فيهم، وبرضو الشرنوبي كان فيه يعني الأمانة الدور مكتوب. طيب هذا كان اختياري، الكلام كان مرة حلو، هذا كان اختياري، هذا كان اختياري. طيب أنا محضر لك اختيارات لإلي، هي مش جديدة عليك، أنا بعرف غادة أنه هي ملكة الإفيهات، يعني اللي ما بيعرفها خارج الهواء بتفوت بتصبح عليكم بهذه الإفيهات من مقاطع مسرحيات ومسلسلات، اخترت لهم إياها خصوصا لغادة، لأنه حنحضر أول مقطع من مسرحية وأنت لحالك حتقولي لي من أي مسرحية، خلينا نشوف. أنا مش حاضر أتكلم الصراحة. ليه؟ نعم؟ ليه؟ أنا ما أحبش أتكلم عن حد هو مش موجود. إيه الكلام؟ ده مش كلام. إيه الكلام دي؟ هو التعليم باظ من شوية؟ جاي المدرسة عشان نتكلم ولا عشان نتعلم؟ لحظة واحدة من فضلكم أنا فاهم. ولا لحظة ولا بينا وبينك أي حاجة. ده كلام في العلم، المنطق. تعامل دي. يا ابني ما هيك مقطع صغير يا غادة، اكيد عم نحكي عن مدرسه المشاغبين. تعرف ايه عن المنطق يا رأفت؟ المنطق، ما هو المنطق؟ مدرسه المشاغبين. يمكن بسبب هيك، يمكن قرب العمل 40 و50 سنه ما بموت هيك اعمال، بضلهم معنا موجودين حتى لو بالباك جراوند، حتى لو عم نتابع وعم نركز في كومفورت تي في. وانا بضيف عليهم اليوم مصطلح ثاني اسمه نو برينر، يعني انت بتحضر الشيء حافظه وفاهمه، ومع هيك بضلنا عم نحضر هيك اعمال. في عندك هيك ذكريات معينه مع مدرسه المشاغبين؟ ما انا بقول لك تعرف ايه عن المنطق، وكل واحد ياخذ باله من اللي غليظه، يعني تعرف هذه الاشياء زي ما قلت انت يمكن نكون عارفينها. في هذا تحديدا مدرسه المشاغبين، في كان احد من الجمهور بيضحك من قلبه من كثر ما هو كان بيضحك لليوم، كل ما اشوفه
واسمع ضحكه اللي من الجمهور اضحك من قلبي. يعني زي ما قلت عارفينها وحافظينها وسامعينها وكل حاجه، لكن لسه بيضحكونا من قلبي لانه كان فيها فعلا شيء قريب مننا. يعني حتى مش بس المشاهدين اللي عم يحضروا المسرحيه بالبيت او لايف، حتى انا نقيت مقطع من المسرحيه اللي بعدها بالوقت سيد الشغال، الممثلين نفسهم بيستمتعوا بهذه الاعمال وبيضحكوا على المسرح. خلينا نشوف. صحيح. إذا فأنت تنششي بشاشة الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي، وكنت فوق الجبل تسلحم بنار الهوى، فكنت كما كان السؤاد كما انتوى، أما أنت ففي الزبالة كنت ما. عم نشوف طبعا الزعيم عادل امام، يعني مش من فراغ اخترنا هالمسرحيه والمسرحيه اللي قبلها. ارتجال، ضحك طبيعي وعفوي على المسرح عم بيكون. واد سيد الشغال عندك صحيح. هيك شيء ذكرى كمان معه؟ يعني الارتجال عندهم رأفت، يعني كان فن للامانه. اليوم الارتجال يمكن صار اصعب زي اكثر من زمان، لانه زمان كان بيكون من حدود النص، اليوم بيخرجوا برا النص، لكن هنا في النص ومدروس وجميل وحلو. هذا الشيء اللي كان يميز يمكن عادل امام في اعماله، وان شاء الله اشوف عديد من الاعمال. رح تشوفي عمل مثل ما قلت لك الاسبوع الماضي، يعني عادل امام اخر مسرحيه عملها هي مسرحيه بودي جارد. اليوم جمعنا مقاطع تعرض لاول مره قبل عرضها الحصري ابتداء من يوم الجمعه على شاهد، فهول غدا لك ولعيونك مقاطع لاول مره تنعرض على التلفزيون من مسرحيه بودي جارد. خلينا نشوف. كل يرفع ايده لفوق، في حد ورايا، في حد ورايا. برعاية هيئة الترفيه ومجموعة NBC. دي مبينة كل حاجة صحيح. عادل إمام وعرض أول لآخر مسرحياته بادي جارد. هي دي اللي أنا جاي أشتغلها. ترقبوها حصريا على شاهد VIP. شو غدا اكيد في حماس بدنا نتابع هيك عمل، وحتى هيك اقول معلومه عنه. هتابعه. هو بادي جارد رأفت قعدت سنين طويله تنعرض يعني على المسرح وتتنقل يعني لكثير بلدان عربيه علشان الناس يحضروها ويشوفوها، فحلو اليوم نلاقيها على شاهد. يعني انا واحده منهم ما حضرتها فاتمنى اني اشوفها. اكيد هو طبعا اطول انتاج عربي انعمل على خشبه مسرح وتجاوز ال 180 دقيقه، بس هذه حتى معلومه اللي بده يحضرها يحضر في 3 ساعات بده يكون واو. مركز فيهم على هذه المسرحيه. وبما انك خلصتي مسلسل لؤلؤ يا غاده، محضر لك مسلسل جديد رح يكسر الدنيا انا بتوقع بعد اسبوع حينطلق على شاهد، وهو مسلسل ابشر بالسعد، ونشوف تريلر سريع. هيك تركناكم مع مشهد صادم وتكسير، فيه كل شيء، فيه اكشن واثاره وحتى فيه هيك دعاوى ويعني امور قانونيه رح تصير بهذا المسلسل. بنوعدكم بعمل خليجي كبير جدا. شكرا يا غاده، يمكن رح نرجع بالاسابيع الجايه انا وياك وتبقي معي بفقره شاهد نظرا للمطالبات العديده اللي عم بتصير. تمام، معك انا على طول ومتابعه جيده ان شاء الله. ماشي. طب احنا خلصت فقره واتش كلوب وحنرجع لساره وهاني.